تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، تفتتح وزيرة الثقافة إناس عبد الديم الدورة الثانية من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل تحت شعار صورة من بلدي. ينطلق البينالي يوم الثلاثاء المقبل بمركز محمود مختار الثقافية. وقالت وزيرة الثقافة أن البينالي يأتي استمرارا لرعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي للفعاليات الكبرى المخصصة للطفل دعما وتشجيعا. بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل تم تأسيسه في 2019 كخطوة جديدة نحو الاهتمام بفنون الطفل لما لها من دور فاعل في تنمية وصقل شخصيته.